من محاولة سيطرة دعم مصر على مجريات الأمور قبل انتخابات اللجان، أيضا أجواء أخرى من داخل لجنة الإسكان. برحب بك سيادة النائب عاطف عبد الجواد. يعني عايز أعرف حضرتك المشهد عامل إزاي قبل هذه الانتخابات؟ لا، المشهد عندنا مختلف. إحنا أصلا المهندس معتز كان رئيس اللجنة من دعم مصر، لكن جانا 20 نائب جداد من بره، فدي تصرفات شخصية، يعني تصرفات شخصية من المرشحين. ودعم مصر ملوش دور انه نقل ده من هنا، وانا عضو في دعم مصر والله ما جالي اي توجيه ولا اي حتى رسائل. انما في نائب معين جاب 17 واحد من اللجنه من بره، زمايله جابهم اللجنه. صحيح، هي يعني انا بعتبرها سقطه في اللائحه. المفروض كان اعضاء اللجنه مثلا الاسكان يعتبرها سقطه في اللائحه الجديده اللي انتوا لسه عاملينها. هي في اللائحه الجديده ان ممكن اي حد ينضم في اي وقت، ممكن للجنه ممكن يمشي في اي وقت. فده طبعا انا يعني بقترح على سياده رئيس المجلس ان احنا ناخد قرار اللي هيقعد في اللجنه ما ينفعش يمشي منها على الاقل دور انعقاد، لكن مش معقوله يجوا عشان ينجحوا واحد ويسيبونا ويمشوا. فلان كده هتبقى في مشاكل. انت جيت تدي له اغلبيه، تعتبر كده الاغلبيه غير حقيقيه، لان بعد كده الشغل فهيبقى فين الناس دي؟ يعني خلي جه دلوقتي 17 20 واحد جداد في اللجنه، احنا كنا 29 دلوقتي بين 49، وكلنا كان معظمنا مهندسين وكده ومتخصصين في المجال. دلوقتي جانا 17 واحد 20 واحد تاني، ممكن يدوا اغلبيه غير حقيقيه لاي نائب، وبعد كده يجي واخد بعضه الناس دي وتيجي واخده بعضها وتمشي. فطبعا هو تنافس شريف وطبقا للائحه، لكن هو مضمونا غير مقبول. معلش معلش نائب، يعني ازاي تنافس شريف ويعني الاصوات يتم حشدها بطريقه بدائيه جدا، دي طريقه بدائيه جدا في التصويت. يعني انا عفوا يعني مش عايز اوصف هذا التصرف، بس يعني ده تصرف بدائي جدا في العمليه الانتخابيه. يا سيدي، ما هو انت ما تعرفش هل هو اللي كان رئيس اللجنه يعني كان افضل ولا اللي جاي افضل. بالنسبه لحقوق الانسان، هل كان افضل انور السادات ولا الافضل علاء عام؟ فاللي راحوا معاه دول شايفين ان هو اصلح، واللي راحوا معاه دول نواب. دعم مصر هترشح ازاي وهتوزع نفسها ازاي النهارده في الانتخابات؟ انا بقول لسيادتك انا عضو في دعم مصر والله ما جالي اي توجيه، لكن في ممكن في الجانب عينها الدعم يتدخل فيها، شايف مصلحه البلد في كده. يعني هو دعم مصر لما بيرشح علاء، خليه درش علاء ابدا، انا مش ما اعرفش لجنه، لكن انا شخصيا بحب علاء. يعني مش معنى علاء عابد جاي ان علاء عابد وحش، مش معنى انه شال انور السادات، انور السادات كان حلو. طب ما كان في يعني ملاحظات كتيره على انور السادات، واخد بالك؟ وبيقولوا لي في ملاحظات، خلي في ملاحظات على علاء، مين الاصلح فيهم للبلد؟ النواب شايفه كده. فهو انت عجبك شغل في الدور العقاد الاول؟ طب انا موافق على اي تغيير في اللي جاي. انا ما عجبنيش اداء العقاد الاول، يا رب اللي جاي كلها تتغير. ايه اللي ما عجبكش في دور العقاد الاول؟ ما عجبنيش النتائج. فين القوانين اللي طالعه من اللي اتقدمت من النواب؟ انا مقدم مشروعين قوانين، مشروع قانون منع العمل فوق الستين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والمجلس كله مؤيده، وراح لجنه القوى العامله وما طلعش لدلوقتي، وفي واتفقوا في اللجنه. القوانين ظلت حبيسه في اللجان. ايوه، عندي مشروع قانون منع التموين على الاغنياء، انا مقدمه، 81 مليون مصري بياخد تموين والدعم، وده احنا دخلنا اهو في مشكله. انما لو كنا شلنا منهم 30 40 مليون، كنا وفرنا 25 مليون من ال 48 دعم بتاع التموين، وكنا النهارده لقينا السلع والغني يشتري. انما ده 81 مليون برضه راح لجنه مشكله من التضامن ومن مش عارف ايه. والنهارده لغايه النهارده انا مقدم مذكره امبارح لسيد بيه الشريف، بقول له مش هتكلم انه اللائحه تقريبا بقى لها فتره قصيره جدا في البرلمان، يعني بيتكلم عن دور الانعقاد تقريبا، انشغل المجلس طوال الاسابيع الاولى في دور الانعقاد الاول في اعداد هذه اللائحه. هل هذه اللائحه يعني من المتوقع ان يتم تعديلها بسبب هذه المساله؟ انا ما اعرفش في احقيه في تعديلها ولا لا، انا مش قانوني يعني، انما دي طلعت طبعا بقرار جمهوري وموافقه المجلس. لكن لو يعني اذا كان الدستور ممكن نغيره، يعني من المؤكد ان لو فيها خلل نعالجه. لو في خلل في عمليه انه يتنقلوا ينجحوا واحد ويمشوا تاني يوم اسبوع، لا دي خلل فظيع. وانا بطالب طبعا رئيس المجلس ان هو يعدل اللائحه ما ينفعش يجينا 17 واحد ولا 20 واحد زياده على اللجنه بتاعتنا اسكان، ينجحوا واحد بعينه وبعدين يمشي. انما كل الاصطف القديم اللي في اللجنه ماسك في الواحد اللي هو معاهم ده،
هو طبعا بقى ناهيك عن الاشاعات بقى وجابهم ازاي ودفع لمين وما اعرفش ايه وكلام طبعا لا ما ينفعش. ممكن اكتر من 30 نائب يتقدموا بطلب بتعديل اللائحه؟ انا بقول لك بصراحه ما عنديش ما اعرفش يعني انا ما اعرفش، لكن اي حاجه تتعدل اي حاجه اخيرا يا فندم انا عايز اعرف من حضرتك بانوراما كده لجنه الاسكان النهارده شكل المنافسه فيها هتبقى ازاي والامور هتمشي ازاي؟ هو شكل المنافسه طبعا احنا كفريق كنا 29 واحد، كان فينا حوالي 24 مع معتز وجالنا 20 جداد فيهم حوالي 17 مع المهندس علاء والي، ففي الناس القديمه يعني متمسكه شويه بمعتز لاني لسه ما يعني ما طلعناش نتائج، عندنا ثلاث قوانين شغالين فيهم بكثافه 119 والمصالحات والقانون الايجارات القديمه، فطبعا عايزين معتز يكمل السنه دي بس، يعني احنا مش هنقول لمعتز ياخد اللجنه 5 سنين، لا احنا لازم نجرب فيها، عندنا ناس كويسه وممكن المهندس علاء وممكن غيره مع الدكتور عقاد الدكتور محمد عبد الغني، لكن المهندس علاء كنا احنا متفقين ان هندي له ال4 شهور الاولين وده مرشح لامانه سر هذه اللجنه. لا انا كنت امين سر وكنت برضه في اتفاق بيني وبين زمايلي ان احنا ندي فرص لبعض، فتنازلت للزميل ليا محمد اسماعيل. اشكرك سياده النائب واتمنى لكم التوفيق. تحت امرك. تحت امرك. شريف، ربما هذه الاصوات من داخل البرلمان تشكو من لائحه المجلس التي يعني صنعت بالامس، عدد من النواب هرعوا الى اللجان النوعيه بشكل مفاجئ ومن المتوقع ان يخرجوا منها بعد عمليه التصويت بشكل مفاجئ، ربما خلل في هذه اللائحه وفقا للنواب وهذه الاجواء قبل بدايه هذه الانتخابات ومن امام البرلمان. اليك مره اخرى شريف. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد مبروك، شكرا محمد على كل التفاصيل ومنتظرين منك كمان متابعات اخرى.